السلام عليكم. عليكم السلام. شو مصطفى؟ اي نعم مصطفى تفضلي. يا حبيبي. طيب والحمد لله. لو سمحت انا عندي كم سؤال. انا عندي طفل معاق وانا بغير له كده. بس هو مش راضي، هو 10 سنين. ماشي. انا سألت قبل كده وتقال ان هو لا ينقض وضوئي، مش كده؟ لا ينقض الوضوء. نعم. هل الحكم ده ينطبق على جدته ووالدتي؟ على الجميع. تمام، جزاك الله خير.